الكل. ترجع الكره مره اخرى. امشي 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 يا وابي، امشي يا وابي، ما تهلكناش يا وابي يا وابي. بينالتي 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 إيليه، ضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي، ضربة جزاء تونس. غلام 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 يرتكب خطا عمره وخزري بينالتي يريده. ما تصفقش، ما تشجعش، استنى 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 استنى. ماذا قرر؟ استنى، اش قال الحكم؟ بينالتي، ولكن نطالبه ممكن بورقة حمراء لأنه آخر مدافع. طبق القانون يا برنار، طبق الكميل يا قانون، طبق القانون يا برنار. ألعب الكرة كما هي يا السيشيلي. يوسف المساكلي بالتخصص في الديربي، حط الكرة، جاه يجري 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 حتى قدامه ودخل، دخل وهرب. بينالتي بينالتي يا بينالتي، محلى زينك يا بينالتي. إن شاء الله توا نسكتوا الكل، نستناو 65 دقيقة في مباراة الديربي. سوف ما فماش ولا ورقة صفراء، يستحق حمراء. فوزي غلام بصراحة متاع ضرب جزاء آخر مدافع، إذا غيروه القانون وأنا وقتها في إجازة ما نعرفش. كرة المنتخب التونسي، نعيم السليتي، نعيم السليتي وعسلة. 65 دقيقة في المباراة. مالك عسلة حارس الشبيبة، فريق شبيبة القبائل. سليتي ليه؟ ليه؟ الهدف الثاني، السكوندو، أحلى بونتو، أروع بيوت، أجمل الراتي، أحلى واشر جول، 2-2-2، رجع لكم التنين.